حازم انت لسه بتحبني؟ رد عليا، بتحبني ولا خلاص؟ هسألك سؤال واحد، لما السكن هو ده اللي يفرق معاك؟ انه لمسني؟ ردي عليا يا هنا، لمسك. ولو لمسني ايه؟ هبقى اتوسخت؟ مش هليق بسموك؟ انت اللي قايم نايم مع واحدة من غير جواز، وكنت كمان تعرفها من وانا لسه على ذمتك. عمرك ما هتتغير. هو انت ما بتحسيش؟ ما بيجيش في بالك انا مولع ازاي وانت رايحه جايه مع راجل غيري؟ ومين اللي بعت لي الراجل ده عشان يتجسس عليا؟ مش انت؟ انا بعته عشان يطمن عليكي، مش عشان تتجوزيه. وانا ما اتجوزتوش غير بعد ما انت طلقتني وخونتني، وكل ده عشان انت معني. مش شايف انا بعمل ده ليه وعشان مين؟ عشان مين؟ اوعي تقولي عشاني. لا يا حازم، مش عشانك، عشاني. عشان ما ارجعلكش انا اللي بتغرق في شبر ميه، واللي انت غاوي تكسر مقادفها. العيله الصغيره اللي ناقصه تربيه وانت عمال تربيها. لا يا ماما، لا، ما تقلبيش الترابيزه عليا وتشيليني الليله. ما تنسيش انك سافرتي امريكا لما انا وافقت ووثقت فيكي، مع اني في الاول ما كنتش مطمن. انت بقى عملتي ايه؟ ها؟ عملتي ايه؟ كسرتي كلامي وعنتيني، مع اننا كنا متفقين من الاول انك انت هتسمعي كلامي وان انا هقرر ترجعي وتكملي هناك مع الوفد. نقرر مش تقرر. وانا عملت اللي عليا وكلمتك 100 مره وانت ما ردتش عليا، وجيت على اخر لحظه قعدت تقول لي يلا ارجعي دلوقتي، وقعدت تشتمني، رفضت حتى ان انا اتناقش معاك. بلطجه كده، امر واقع. المفروض اسمع كلامك من غير ما افتح بوقي خالص. المفروض ان انا انسى الحلم اللي احنا قعدنا نفكر فيه وامشي وراك من غير ما افتح بوقي، صح؟ طب ما انا ياما مشيت ورا كلامك قبل كده. حصل ايه؟ فضلنا محلك سر؟